بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض إلى قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد. وحان الآن أن نذكر ما يستفاد من هذه الآيات. استفاد من هذه الآيات أولا شمول ملكية الله للمخلوقات كلها العلوية والمخلوقات السفلية، فلا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى، وملكيته جل وعلا دائمة أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية. ويؤخذ من هذه الآيات أن ملكية الإنسان لبعض الأشياء ملكية مؤقتة، لأن الملك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فلا يغتر الإنسان بقوته وسلطانه وممتلكاته يتكبر عن طاعة الله أو يتجبر على الناس. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله جل وعلا بالقدرة التامة، القدرة الشاملة لكل شيء، الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالقدرة، ومن أسمائه القدير، إن الله على كل شيء قدير. ويؤخذ من هذه الآيات أن مخلوقات الله جل وعلا تدل على صفاته من العلم والقدرة والحكمة واستحقاقه للعبادة، فهذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر عن غير عالم بدقائقها وجلائلها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر إلا من قادر على كل شيء. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر بهذا النظام وهذه الدقة إلا من حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وهذه المخلوقات تدل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوق لا يصلح للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، أن يشركون مع الله في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، وأن الذي لا يخلق لا يستحق شيئا من العبادة. ويؤخذ منها أنه لا يستفيد من النظر في مخلوقات الله تعالى إلا أصحاب العقول السليمة، أما أصحاب العقول البهيمية والعقول الشهوانية فإنهم لا يستفيدون من هذه المخلوقات، وإنما همهم الأكل والشرب والشهوات من دون تفكر
في مخلوقات الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى في وصفهم: تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، الغافلون عن التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته، فلذلك لم يدركوا من هذه المخلوقات إلا ما تدركه البهائم، والبهائم أحسن حالا منهم، ولهذا قال: بل هم أضل، لأن البهائم ليست مكلفة وهؤلاء مكلفون بالعبادة. يؤخذ من هذه الآيات مشروعية ذكر الله تعالى على كل حال وفي كل وقت، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع الأحوال، ويذكرون الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. قد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا يغفل العبد عن ذكر الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن المريض يصلي على حسب حاله، قائما إذا كان يستطيع القيام، أو قاعدا إذا كان يستطيع القعود، ويقعد متوركا أو مفترشا في حال القعود المقابل للقيام، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب، كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن هذا الدين دين اليسر والسماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه أن الصلاة لا تسقط بحال، فالمريض يصلي على حسب استطاعته ولا تسقط عنه الصلاة، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو على مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، كما جاء ذلك في الحديث. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.